لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر. يا أكبر كبيرة saya kau wujud wisida wisida wujud wisida najua kau kau najua dia waza kau pikir mama di pekia ki mama di pekia najua baada tu maliza lakini tutapatia Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الرحمن مرسل هذا كوجي اسمه كاجي لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله صوما ناي صوما ناي وياك صوما صوما ناي يعني كونا فوجو يعني صوما شبكي أكي دو السلام عليكم شيخنا طيب والله من المشاهدة الحمد لله كيف حالك لله لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والقدرة والهيبة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله، صفيه وخليله، حبيبه ومصطفاه، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله خير ما جزى نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يا عباد الله، الحمد لله الذي بلَّغنا رمضان، شهر الرحمة والرضوان والعفو والغفران، العاملون فيه لهم الجنان والعتق من النيران. إن بلوغ رمضان فرصةٌ عظيمة ومنَّةٌ جسيمة ومنحةٌ قيمة، فالحمد لله على ذلك. أحمده حمدًا كثيرًا، وأكبِّره تكبيرًا، وأسبِّحه بكرةً وأصيلًا. قال ربنا: شهر رمضان ولتُكمِلوا العدَّة ولتُكبِّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكُرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. أيها المباركون، كان الناس في رمضان يجتهدون في الطاعات وينوعون القربات ويكثرون من الحسنات، وذلك إرضاء لرب البرية وابتغاء لثواب الآخرة. كانت المساجد عامرة والعيون على الطاعات ساهرة. فيا من كنت في رمضان متعبدا راكعا لله وساجدا معتكفا في بيته ولكتابه تاليا، إياك والاغترار بما فعلته من عمل الأخيار وصنع الأبرار. فالقبول عند الله القهار وليس عند غيره القرار. فمن كان مقبولاً فالجنة هي دار القرار. وشرط القبول ذكره المولى في قوله: إنما يتقبل الله من المتقين.
بنى الخليل وابنه الكعبة، فقال بعدها: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: قلت يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ قال: كلا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح إذن أن محل الاهتمام عند أصحاب الهمم هو القبول أكثر من العمل، فلنتوجه إلى الله راغبين خاشعين مخاضعين متضرعين منكسرين طالبين منه عز وجل القبول، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. يا عباد الله، من رام القرب من الله ذو الجلال والقدرة والكمال والعزة والجلال أدام صالح الأعمال. فلا تنقطعوا بعد رمضان عن الأعمال، وأقبلوا ولا تدبروا ولا تقلوا بل أكثروا، وافعلوا الخير وأبشروا. قال ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله ديمة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. فقالت: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لله، ما أروعها من مكارم، وما أبهاها من عزائم، وما أحسنه من حب للخير دائم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم يا عباد الله، لا يخلو عملنا من خلل وتقصير ونقص يسير أو كثير، فلنتوجه إلى الله وننكسر وننطرح بين يديه ونستغفر ونتضرع له ونفتقر، عسى أن يمن علينا بالقبول ويتجاوز عن تقصيرنا. أيها المباركون، مما يحزن القلب ويسلب سعادة اللب ما يحدث لأهل فلسطين من قتل وتهجير وتخريب وتكسير وهجوم على الهوية والتغيير، ثم ليس لهم منا ناصر ولا ظهير، فإلى الله المشتكى وإليه التضرع والدعاء. لكم الله يا أهل فلسطين، لكم الله يا أهل فلسطين، لكم الله يا أهل القبلة الأولى ومصر الرسول العلا. أبشروا فإن الفرج قريب والنصر آت لا شك فيه ولا ريب. قال ربنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال عز من قائل سبحانه: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرؤوف الكريم. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. يا عباد الله، إن مما يقرب من الله ذو الجلال والقدرة والكمال والعزة والجلال الأعمال الصالحة، فإنها القربى إلى الله والوسيلة العظمى، فمن لزمها فاز بالدرجات العلى. قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فجدوا في الطاعات واجتهدوا، وأقبلوا على مولاكم وتضرعوا، وانكسروا بين يديه واخشعوا، فإن الرب سبحانه لا يرد عبداً دعاه وناداه وناداه حاجة، فهو القائل سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم إنه يسرني ويسعدني أن أهنئ إليكم، أن أزف إليكم التهاني في هذا اليوم العظيم، يوم عيد الفطر المبارك. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، من الفائزين العائدين السعيدين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم اغفر ذنوبنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بين المسلمين، وأصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيداً وظهيراً ومعيناً وناصراً. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وعاونهم، اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً، وأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين، واغفر وارحم لجميع موتى المسلمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة بصحة وسلامة وعافية، وامنحنا اللهم بعد ذاك الشهر القبول، اجعلنا من المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم اللهم كما ربونا صغارا. اللهم فك قيد أسر المأسورين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وآمن المسلمين جميعاً في أوطانهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين.
اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين المغلوبين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وصحبه وآله، والحمد لله رب العالمين.